وأكد أحمد شرف الدين دكتور علم اللغة في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن مناقشة الموضوعات المتعلقة بقطاع السياحة يعد واحدا من أهم الملفات التي بحثها الحوار الوطني. الحقيقة فيما يتعلق بالقطاع السياحة في مصر، أنا شايف أن يمكن هي دي من أهم النقاط اللي تم تناولها في الحوار الوطني. نقطة مهمة جدا وهي فكرة تبادل الآراء والأفكار. إحنا النهاردة بنواجه مجموعة من التحديات في الوقت الحالي اللي إحنا فيه. مصر بتواجه مجموعة من التحديات العالم كله بيواجهها. مصر ليها وضع خاص. أنا دايما بقول أن مصر هو مكان استراتيجي في كتير من المقومات اللي تؤهل للنجاح. إحنا عندنا في مصر في تحدي، ويمكن هما كانوا بيتكلموا النهاردة في الجزئية دي وأنا كنت مسؤول عن الترجمة في نقل الأفكار ديت. مصر بتمتلك مخزون استراتيجي غير طبيعي لما بنتكلم على أكتر من تلت آثار العالم موجودة في مصر.